للذين يبحثون عن الإطلالة الجميلة وحيوية المكان، عرضنا اليوم يجمع بين هذين الخيارين. العرض عبارة عن 3 أبراج سكنية، والعروضات المتاحة أو الشقق المتاحة تقريباً 4 إلى 5 شقق. نصور منها شقة نموذجية تشوفونها في الفيديوهات القادمة. 3 أبراج سكنية لها بوابة إلكترونية خدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال وكاميرات مراقبة، وما ننسى أيضاً موجود المسطحات الخضراء بالإضافة إلى الكماليات، والشيء المميز الخدمات القريبة من الموقع. الخدمات القريبة من الموقع زي ما تشايفين بجوار المجمع جامع، وأيضا سوبر ماركت شوك، وخطوات قريبة جدا إلى موقف الباصات، والخدمات الأخرى من كافيهات وسوبر ماركتات ومطاعم معروفة في هذا الحي. موقع المجمع موقع مميز جدا في منطقة بليتلي. منطقة بليتلي معروفة أنها مقابل المطار، يعني خطوات قريبة أو دقيقتين بالسيارة وإحنا للمطار، وأيضا بين الموقع ومول الفورم تقريبا 5 دقائق، والميدان 10 دقائق. يعني موقع مميز جدا، بالإضافة إلى أنه طريق الرئيسي اللي هو خط الدائري الجديد سليمان القانوني بجوار أو مقابل المجمع على طول. نسيت أيضا أقول لكم أنه المواقف اللي موجودة مواقف مفتوحة بجوار البنايات، يعني مجمع مميز وموقع مميز. العرض اللي بنصوره في هذه البناية، تعالوا مع بعض نشوف واجهة البناية أو المدخل الرئيسي للبناية، ونشوف مع بعض المدخل وإطلالة الشقة. تفضلوا معنا. وصلنا جماعة الخير الدور الخامس، شقة 4 غرف صالة في منطقة بليتلي، مساحتها 200 متر مربع. في كل دور شقتين. مدخل الشقة من هنا، أنا الآن متواجد أمام مدخل الشقة، منطقة الكوريدور، يسارنا توزيع الغرف، وأمامنا بالضبط أمام المدخل المطبخ، ويميننا الصالة. المجمع أو المنطقة واصل لها الغاز الطبيعي، التمديدات واصلة، وأيضا جهاز الكومبي راكب وجاهز. نقدر نحط هنا دولاب صغير خاص بالأحذية والعبايات، أو يسارنا لنا حرية الاختيار. نتوجه إلى الصالة. مساحة الصالة جيدة، جاية على قسمين، قسم هنا نقدر نحط فيه طاولة السفرة، والقسم الآخر هنا نقدر نحط طقم الكنب. عندنا الواجهة الأمامية واجهة بحرية ممتازة جدا، ونقدر نستمتع بإطلالة حديقة المجمع أيضا، والإطلالة البانورامية على البحر. موجود أيضا تدفئة المركزية عن طريق الغاز موزعة في أنحاء الصالة وباقي الغرف، وعندنا برضو إطلالة من هذه الجهة أيضا. ما ننسى أيضا موجود تكييف سبلت في غرفة النوم الرئيسية والصالة، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية اللي موجودة في المطبخ. نتوجه إلى البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ، مساحتها جيدة جدا، يعني أقدر أقول 2.5 متر في 5 أمتار، ومزوجة بالزجاج الشرائح. والحاجة المميزة في الزجاج الشرائح أنهم
حاطين استيكر مثلج على اساس انه يكون ما يكون كشف في البنايه المجاوره. الاطلاله الرائعه هذه نشوفها من هذه الجهه، اطلاله بانوراميه على المدينه وعلى البحر. استمتعوا بهذه الاطلاله الرائعه. نتوجه مع بعض للمطبخ من جهة البلكونة. لو تلاحظوا مساحة المطبخ ممتازة، نقدر نحط هنا طاولة إضافية لاستخدامنا للمطبخ أو لربة المنزل. دولاب المطبخ جاي على شكل L. لو تلاحظوا تمديدات الغاز وجهاز الكومبي راكب في المطبخ مع التمديدات. الأجهزة الكهربائية مثلا طقم الفرن مع الثلاجة راكبة من ضمن الشقة. نكمل تفاصيل باقي الشقة. نطلع من المطبخ، توزيع باقي الغرف جاي على هذا الشكل. يسارا عندنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي، وهذه دورة المياه نقدر نستبدلها بالكلوزيت، لنا حرية الاختيار، وهذا الشيء يعود على المالك. بجواره عندنا هنا منطقة خاصة غسالة الملابس، ونقدر نحط فوقها أرفف عشان الملابس. مقابلها بالضبط غرفة رقم 1. الغرف مساحتها جيدة، تقريبا 4×4 مساحة الغرفة هذه، ولها أجهزة التدفئة وإطلالة رائعة على البحر. بجوارها غرفة رقم 2، مساحتها تقريبا زي الغرفة الأولى، 4×4 أو 4×3.5 أقدر أقول، وإطلالتها أيضا على البحر. نقدر نقول غرفة رقم 2 هذه الغرفة. مقابلها عندنا دورة المياه الرئيسية. شوفوا مساحة دورة المياه الرئيسية، مساحة كبيرة من منطقة المروش والكلوزيت والمغسلة. لنا حرية الاختيار، نقدر نحط دواليب أو نرتبها بالشكل اللي نحتاجه. عندنا هنا غرفة خاصة بالمستودع أو مخرج الطوارئ من هذا الجهة بس مغلق. بجوارها عندنا مقابلها أيضا غرفة رقم 3. مساحات الغرف جيدة وممتازة، أرضياتها باركيه، والتدفئة موجودة عن طريق الغاز الطبيعي مع الكوريدورات. الكوريدورات أيضا أرضيتها كلها باركيه. نجي هنا اللي هو الفاينل أخيرا على غرفة النوم الرئيسية الماستر. مساحتها أكبر من مساحة الغرف الباقية، أقدر أقول 4×4.5. المنطقة هذه نقدر نحط فيها السرير. لو تلاحظوا منسق أنه جاي النوافذ على أركان السرير، وهذا شيء يميز الغرفة هذه أنه ما هي ماخذة مكان إضافي للنوافذ، وتحتها موجود أجهزة التدفئة. مقابلها نقدر نحط هنا الدولاب وباقي توزيع غرفة النوم. زي ما قلت في بداية الفيديو أن الشقة هذه موجود فيها التكييف، غرفة النوم الرئيسية والصالة ماركة سامسونج ممتازة جدا. غرفة النوم الرئيسية لها دورة مياه خاصة فيها، هنا لو تلاحظوا دورة مياه مروش مع المغسلة يفتقرها اللي هو الكلوزيت. نقدر نحط الكلوزيت كمان ونسوي لها تمديدات خاصة فيها. ونطلع مع بعض نشوف إطلالة البلكونة الخاصة بغرفة النوم الرئيسية، إطلالتها على البحر وإطلالة جانبية على المجمع، إطلالة رائعة جدا. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه في منطقة بريتلي، 4 غرف صالة، مساحتها 200 متر مربع. أرجوكم الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجوكم المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.